بسم الله، معكم عمر سليم. ان شاء الله هنتكلم على الاوجمنتد رياليتي دلوقتي. عشان نفتح البرنامج اجي هنا اقول له انا عايز اشغل اليوجد AUGGD. ممكن تدخل على الاندرويد او الابل ستور وتحمل البرنامج منه مجانا. باجي هنا على القائمه بتاعت منيو وبقول له انا عايز احمل بروجكتس، هحمل المشروع اللي انا عايزه. اكتب هنا بي يو دي، ده اسم مشروع، هو ده اللي معايا الورقه بتاعته واللي احنا حملتها على النت. اقول له جو، هيبدا يحمل المشروع. الاوجمنتد رياليتي عباره عن ربط الواقع بالخيال، تمام. فدلوقتي ممكن اي صوره عندي، ده من التطبيق بتاعته، ان الصوره دي مربوطه بالمشروع اللي احنا لسه محملينه، فبتيجي تشوف التفاصيل زي ما انت شايف، تمام. هتقدر تخش كده وتشوف ايه التفاصيل، المكتبه دي فيها ايه. بلاش الحمام دلوقتي، تمام. يعني ممكن يكون في حد، تشوف الطرقه، تشوف السفره، تشوف المطبخ، تشوف كل حاجه موجوده. انت بس بتروح الموقع ومعاك الورقه واحده بس، دي الورقه اهيت، تمام. الورقه دي ممكن تطبعها، لو طبعتها عادي هتشتغل معاك بدون اي مشاكل. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا جربناها ولقيناها شغاله، ان انا ممكن اجي هنا على اهو، دي صوره موجوده على الموقع بتاعي، يعني موجوده على الشاشه، شاشه الكمبيوتر اهي، وشغاله مفيهاش اي مشاكل خالص. فمفيش اي خصائص خاصه بالورقه، يعني الورقه مش مطبوعه على حاجه معينه او ببرنتر معينه، لا مطبوعه عادي، وخدناها سكانر اشتغلت عادي بدون اي مشاكل خالص. الفكره كلها ان انت بتبقى رابط الورقه بالمشروع دوت، وهنشوف بالتفصيل الموضوع ده بعد كده فيديو اخر، تمام. ده برضه ممكن تبدا تشوف ده مشروع تاني، تمام. ده دور الجراوند، تبدا تتفحص الجراوند كله زي ما انت عايز. ممكن تخش على اللوبي، تبدا تشوف اللوبي بكل تفاصيله، تمام. ده طبعا مش المكان اللي انا قاعد فيه، ليفل 5 اهوت، او في واحد بيلعب جيمز. تبدا تشوف كل الاجهزه، تمام. طيب تعالى نشوف حاجه جديده. دي ورقه مثلا، تمام. طبعا محطوط عليها، انا مش جايب ورقه بالشارع، لا، الورقه مكتوب فيها البيانات ديت، تمام. خلينا نشوفها اهي، هو بيقرا المعلومات اللي على الورقه اهو، تمام. بدأ المبنى هو يظهر معايا، تمام، ويظهر بكل تفاصيله وكل الادوار اللي موجوده. ممكن اقول له مثلا انا عايز الجراوند، تمام، فجاب له الجراوند. ده دور الجراوند، وادك التفاصيل بتاعته والسلالم وكل حاجه. طب انا عايز ليفل 1، خلاص هيبدا يجيب لي ليفل 1. انا عايز ليفل 5، هيجيب لي ليفل 5، تمام. فبتدخل في جوه المبنى زي ما انت عايز، تشوف كل المبنى كله. ممكن تلف حوالين المبنى، تمام. هو بس بياخد ثواني كده عشان يلقط الشكل كله اهو. ممكن تلف حول المبنى زي ما انت عايز، هات ليفل 1، هات لي الجراوند، تمام. طبعا كل التفاصيل اللي موجوده في الموديل، كل الكراسي هي موجوده، تمام. لو حد رمى اي ورقه في الموديل هتلاقيها برضو موجوده، تمام. ممكن حتى تربط اي فيديوهات مثلا او مواقع نت موجوده تربطها اهو. يعني هنا بدا يقول لي عايز تدخل على اليوتيوب ولا الانترنت ولا كروم. فالتكنولوجيا لها استخدامات عديده، بس احنا بندور على الاستخدام الخاص بينا اللي هو المباني وازاي استخدمها في المباني. وفي تطبيقات كتيرة زي كده ان شاء الله هنبدا نشرحها في المدونه، اللي هي draftsman.wordpress.com. ان شاء الله هيبقى فيه شرح لتطبيقات تانية كتيرة للاوجمنتد رياليتي. عمر سليم.